اعرف عليك محمود محمد عبد العزيز. انت نازل النهارده انت واخواتك او زوجاتك، لماذا نازل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليس من الاسلام في شيء تعرية اي امرأة ايا كان معتقدها وايا كان فكرها وايا كان دينها. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وفي مرض الموت اوصى بالنساء خيرا، واوصى دائما وابدا بان تحفظ اعراض النساء. كان يوصي الفاتحين في الغزو الا تقتل امرأة، وهذا في حالة الحرب. المعتصم اسأل الله ان يرحمه وان يبارك فيه، عندما سمع باستغاثة امرأة، عندما جاءه رجل فقال له هناك امرأة وقعت في أسر الروم تقول ومعتصماه، لم يتوانى عن نصرتها. أيا كان معتقد هذه المرأة فليس من الإسلام في شيء أن تضرب أو تسحل أو تعرى، وللأسف بأيدي الجنود المصرية. طب تقول إيه للإسلاميين أو المحسوبين على الإسلام من قوة سياسية كبيرة اللي ما نزلتش ولا احتجت؟ أقول لهم يعني أسأل الله أن يهديكم إلى الصواب وأن يهديكم لما فيه خير لمصر ولما فيه خير لكم ولأنفسكم في الدنيا والآخرة. تسمح لي أسجل مع النساء؟ أقول بس أسمع رأيها يعني معلش هعرف عندهم خجل معلش بس هم برضك نازلين وهم منتقبات منتقبتان وهناك أخرى، ولكن نازلين لنصرة المرأة المصرية. أنا عايز أسمع منها الكلمة دي بس بعد اذنك. انت موافقه على اللي حصل للاخت او البنت؟ لا طبعا لا. انت نازله؟ انا طبعا سواء مسلمه او مسيحيه مهما كان، يعني دي برضو الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بالنساء، فانا نازله على اساس ان احنا كلنا هنا واحد، كلنا مصريين، مفيش فرق بين مسلمه او مسيحيه او اي حاجه تانية. شكرا فندم. لا لا من فضلك انا اريد ان اوجه كلمه بسيطه الى رئيس المجلس الأعلى والمجلس الأعلى. اتقوا الله في مصر، واتقوا الله في دماء المصريين، اتقوا الله في شعب مصر الذي نادى منذ بداية الثورة. الجيش والشعب إيد واحدة، وثقنا فيكم وأعطيناكم أمورا لا تستحقونها وقد تبين الآن، فاتقوا الله فينا. نحن لا نريد إسقاط الجيش المصري، ولا نريد لمصر أن تهلك أو أن تقع كما يخطط لها من الغرب ويخطط لها من قوى داخلية، فاتقوا الله في مصر ولا تستدرجوا، وجزاكم الله. شكرا فندم. شكرا.